بالرغم ان هي بمقاييس الرياضيين يعني طولها مش فارع، مش قصيره قوي، بس يعني الرياضيين عامه بيختاروهم طوال، الا ان هي كانت من وهي صغيره عندها مهاره غير طبيعيه في كره اليد، وكانت صغيره كده واخدوها تلعب في نادي ناصر في الكتات، وصحيح كانت اقصرهم بس كانت اشطرهم، من نادي المركز شباب لمركز شباب تاني. البنت ابدت تفوق كبير جدا في كره اليد، وابتدت عقود احتراف تجيلها من وهي لسه صغيره، وفي المدرسه في البلد الفلانيه في البلد العلانيه في النادي الفلاني، سافرت الجزائر، النادي اللي التحقت بيه في الجزائر كان في الدرجه الثانيه بسببها، نط وبقى درجه اولى. قطر احد الانديه طلب ان هي تلعب معاه، لعبت معاه اربع ماتشات اربع مباريات اربعه او خمسه، وكان النادي اللي لعبت فيه كان هو متصدر ذيل القائمة، كان آخر نادي. في الكام ماتش اللي لعبتهم جابت 57 هدف، والنادي ده أخد البطولة، حاول يجدد معاها بس كانت مهمة وانتهت. سافرت الدنمارك ولعبت في الدنمارك، ودلوقتي آخر عقد مضته في واحد من الأندية المهمة جدا في فرنسا. المغامرة فين بقى؟ المغامرة في إنه هي كان لازم تختار، لان هي اتدرجت من ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه، دخلت كليه حقوق عشان تكمل طريقها الاحترافي الباهر. قالوا لها لازم يا ترجعي وتسيبي الاحتراف يا هتتفصلي. مفيش يا جماعه يهديكوا ويرضيكوا، طب ده انا في عندي تميز رياضي، ده انا يعني لما بحقق انجاز من النوع ده انا مش بس بحققه لنفسي، بحققه على مستوى بلدي، بصنع اسم. مفيش فايده. والحقيقه انه هي معانا النهارده مش بس عشان هي قصه نجاح وتفوق، عشان هي قالت انا ما عادش يهمني ان انا افضل طالبه في الكليه دي، انا ممكن احول لتعليم مفتوح، تعليم منزلي، الاقي سكولرشيب او منحه في بلد تانية. انا عايزه اقول انه لازم نغير القوانين عشان اي حد بعدي، عشان اي رياضي موهوب يلاقي فرصة ان هو ما يخسرش دراسته وفي نفس الوقت يشق طريقه في عالم الاحتراف. خلينا نشوف المغامرة الموهوبة في كرة اليد رحاب جمعة. ممتازة رحاب جمعة، ممتازة جدا اللعبة من مواليد 1994. هتعدي، عدت رحاب وسجلت رحاب، عقلة هايلة ممتازة رحاب. المنتخب المصري حاول تسجيل أول هدف، ولا هدف رقم 13 للمنتخب المصري. رحاب جمعة، أهلا. رحاب مصرة ان احنا نتصور قبل الفقرة، عمال اقنعها ان احنا هنصور فقرة كاملة، تقولي لا لازم الصورة الفوتوغرافية نتصور دلوقتي، لازم اتفشخر فيها قدام يا حبيبي. طب ما احنا بعد يلا نتصور، يلا صورونا دلوقتي عشان تعرف تعمل الفقرة. مبروك يا رحاب، كل حاجة حققتيها، والاسم اللي بينور في عالم رياضة كرة اليد السيدات في العالم. ميرسي، ربنا يخليكي. دلوقتي الأستاذة يعني مدرب عنده نظر أخدها وعرف إن هي بجد موهوبة، وزي ما قلت اتنقلت من نادي للتاني لحد ما راحت النادي الأهلي. كل ده ومين مخبيين عليه؟ الوالد. 13 سنة. كام سنة بقى مخبيين على باباكي؟ 13 سنة مخبيها تماما. إن أنت بتلعبي أصلا بابايا كان شديد جدا، كان هو اصلا احنا اصلا عيله من الصعيده اللي هم عصبيين شويه، فبابا كان شديد جدا، كان بالنسبه له الكوره دي اللي هي للولد بس، البنت ليها البيت والجواز اللي هي عامه الثقافه اللي عندنا عامه. بس بعديها عرف بالصدفه
ان انا بلعب كوره، عارف من مجله النادي الاهلي لما انضميت للنادي، فجاب الجورنال في 2000 رحاب، فانا حسيت ان انا هموت بقى خلاص. رحاب ليه؟ كان في ايه في الجورنال في النادي؟ كان في منشيت نازل عني، انضمت لعيبه رحاب جمعه كانت لاعبه مركز شباب الساحل سابقا وانضمت للنادي الاهلي بس، فانا كنت مبسوطه. ما تقوليليش انه في صوره كمان. كان في صوره ليا. اصل رحاب جمعه كنت تبقى يعني تقولي لباباكي تشابه اسماء. لا كانت صورتي وهي موجوده. كنت لابسه تيشيرت النادي، فهو شاف كده فقال صحابه قالوا دي بنتك، فهو طبعا ازاي بنتي بتلعب وانت ما بتلعبش اصلا، يجي يشوفني بذاكر، اول ما يجي اذاكر واشيل الكتاب طب انا هنام. بس بصراحه كل اللي تعب معايا والدتي، هي تعبت معايا جامد، وكمان هي كانت دايما معايا في كل حاجه، كانت شايفه ان انا حابه اللعبه، فكانت المدربين بيقولوا ومخبيه على باباكي يعني عارفه مواعيد التدريب وبتيجي معاكي التدريب، بس هي كانت يعني في كل حاجه كانت بترافقني، ما كانتش بتسيبني، كنت اروح مثلا تمرين كانت تبقى معايا. ومخبيه على باباكي. كانت مخبيه عليه. عشان كنت بحب اللعبه، ووالدتي ما كانتش طبعا بتفهم القوانين ولا بتفهمش قوانين اللعبه في الاول، بس كان المدرب يقول لها بنتك موهوبه فيها حاجه كويسه بس، فهي الناس كلها كانت بتشد لي ان انا اكمل في اللعبه. يعني ازاي الاحتراف ان انت تلعبي بره مصر بقى كمان؟ يعني انت دخلتي النادي الاهلي، اتلقطتي ازاي؟ انضميت للمنتخب، منتخب مصر كان في 2012. كان ليا اول بطوله ليا كان الدرجه الاولى، كنت انا اصغر واحده فيهم، كان كلهم كبار. بعد كده رحت لعبت معاهم بطوله افريقيا، شافوني هناك. اتعرض عليا ناديين، نادي قسنطينه ونادي حواس عيده اللي انا انضميت ليه، دوري محترفات لعبت معاه سنتين. ده في الجزائر؟ ده في الجزائر. هناك الدوري قوي، تحسي ان انت بتلعبي في نادي اوروبي مثلا. بس لعبت معاهم سنتين، وكان في هناك سماسرة اتعرض عليا برضو نادي في فرنسا درجة أولى، نادي كان، بس ما اتفقناش. بعد كده قلت هكمل. بعديها أحمد أخويا بعت لي السي في بتاع نادي فينسس الدرجة أولى في الدنمارك، 4 أيام أو 5 أيام قبلوا، رحت لعبت، مضيت العقد. بعد كده رحت لقيتهم قاعدين على الدكة بره 4 ماتشات، أنا مش جاي أقعد على الدكة، أنا جاي ألعب. بس بعديها نادي بونسلو رحت لعبت فيه، كان بيلعب في درجه تانية بي، سي انا طلعتهم لبي واي، ودلوقتي خلاص يعتبر طلعوا درجه اولى. قبل ما امشي ما كانوش عايزين امشي، قالوا لي لازم تكملي معانا الدرجه الاولى وتطلعي. ما كانوش عايزينك تمشي؟ ما كانوش عايزيني امشي خالص، وعرضوا عليا مبلغ ان انا اكمل وكده. بس انا بصراحه كان المشكله عندي هنا في الدنمارك اللي هي شويه الديانه، هم بيحترموا الاديان جدا، بس كان في المانيين كانوا عنصريين جدا، فكان دايما في يعني احتكاك بيهم الكلام ده كله. بس لما جالي موضوع فرنسا، هناك فرنسا بيبقى فيها تونسيين فيها جزائريين، فقلت الموضوع شويه هيبقى شويه فيها ثقافه عربيين شويه بس يعني احسن من كلهم يبقى اجانب. فلما جالي العرض ده كان هو نادي كبير، نادي معروف يعني في فرنسا. لما رحت معاهم طلبوا مني زياره هناك اسبوعين، قعدت هناك اسبوعين عشان اشوف جو النادي لو ينفع وكده. مين بقى كان بيسافر معاكي، مامتك ولا اخوكي؟ لا انا لوحدي اللي كنت بسافر، كنت لوحدك. طب وماما ما خافتش عليكي؟ فكره ان انتوا صعيده اصلا ما بوظتش حاجه انه خلوا البنت؟ انا والدتي الحمد لله كانت دايما بتحفزني، وانا كنت دايما حاطه ربنا قدامي، كنت دايما في الغربه بعد اصلي اقرا قران. يعني انت كل المرات اللي سافرتي فيها كنت لوحدك؟ كنت دايما لوحدي. الماتشات والبطولات والاجوان وبس؟ كنت دايما لوحدي. حقيقي والله انا حياتي اصلا بالكره جامده قوي يعني. كل حاجه يعني. بس فانا عامه الكره دي بعتبرها العب عشانها اروح كده. طيب احكي لي على الاول، انت لعبت في المنتخب، سبتي المنتخب؟ لا ما انا الموضوع انا ما سبتش المنتخب. اولا انا لما صعدت المنتخب 91 في بوركينا فاسو رحت صعدت معاهم، جالي هناك عرض من كوتيفوار وان انا العب هناك واتجنس، بس طبعا ما كانش ينفع اروح اتجنس لكوتيفوار. كنت لا انا عايز افهم، في تعارض ان انت تبقي محترفه في نادي وتبقي في منتخب عندنا في منتخب كره اليد؟ لا ما فيهوش مشكله، عشان انت لما بتطلعي تحترفي بره بترجعي تفيدي المنتخب بتاعك. بس المشكله ان احنا اصلا ما عندناش منتخب سيدات، احنا عندنا منتخب ناشئات 98، يعني الواحد بيلعب ما عندوش هدف ان هو يبقى فيه منتخب عشان تلعبيه اصلا. مفيش منتخب درجه اولى، اخر منتخب كان في 2012 اللي انا شاركت فيه. بس حاليا في هو منتخب ناشئات اللي هم 98 اللي خدوا ثالث البحر المتوسط. بس درجه اولى حاليا مفيش، بس اكيد دي حاجه ترجع للاتحاد المصري
واكيد في خطه معموله ان يبقى في درجه اولى وان احنا نلعب لما يبقى في درجه اولى هتبقي جزء مهم جدا من المنتخب ده. والله اكيد شرف ليا ان انا ابقى شرف بلد يعني، خصوصا لما واحده يتقدم لها جنسيات من كذا كذا بلد. انت صربيا كمان عرضوا عليك انهم يديلك باسبور او جنسيه؟ صربيا عرضت عليا قبل ما يعرضوا عليا وانا بلعب في الجزائر، اتعرض عليا ان انا العب اروح العب معاهم كاس العالم. تلعبي مع صربيا كاس العالم؟ لا مع الجزائر. مع الجزائر كانوا رايحين كاس العالم قالوا لي تلعبي معانا، بس للاسف انا ما مش حابه ان انا العب غير بلدي، وغير كده ان اصلا كانت المده القانونيه بتاعتي ما ينفعش ان انا اروح العب معاهم. بعديها لما رحت الدنمارك انا كنت اصلا بلعب، وكمان كانوا مدياني اكاديميه عشان انا موهوبه. الاكاديميه دي ب 10,000 يورو ما دفعتش مليم، ادوها لي كده عشان الدنمارك. ما فيش اصلا، هي الوحيده اللي في الدنمارك وفي النرويج. بس بعديها رحت هناك اتعرض عليا، كان في بنتين معايا بيلعبوا هاندبول، قالوا لي ما فيش منتخب، طب ما تيجي تلعبي معانا في منتخب صربيا ونلعب كاس العالم وانت هتفيدينا جامد. فانا ما اهتمتش بالموضوع عشان اصلا رافض على الموضوع، خلوا واحد من المسؤولين يتكلم معايا قال لي انت هتلعبي هتيجي تتجنسي واهلك وكل حاجه ليهم شغل. يعني هيديكوا الجنسيه انت واسرتك كلها؟ لا الجنسيه هتبقى ليا واهلي هيجوا يعيشوا معايا زي ان هم اقامه، هم ياخدوا اقامه السنه اللي ياخدوا الجنسيه وهيبقى ليهم شغلهم كل حاجه. بس في منتخب صربي. بس المشكله ان انا وطنيه يعني انا بحب بلدي جدا يعني. بس دلوقتي اهم حاجه في الموضوع انه موضوع ورقك ان انت طالبه في كليه حقوق جامعه القاهره هو ده اللي ملعبك، وما تفهميش متلعبك ليه. هو الموضوع كله انا اصلا عرفت بعد يعني بعد ما اترفدت، عرفت بشهر، اهلي قالوا لي بشهر انت اترفدتي من الجامعه. اقول له انت ما قلتوليش ليه؟ قالوا لي عشان كان عندي ساعتها ماتشات مهمه واللي يكسب يخرج، وكان قصه كده في الدوري، فهم ما قالوليش خالص غير لما خلصت. فقالوا لي حد انت الجامعه رفضتك. طب رفضتني ليه؟ انا عملت ايه؟ قالوا لي رفضتي عشان انت ما بحضرش محاضرات، مع ان الطالبات كلها ما بتحضرش محاضرات، بيروحوا امتحانات بس، وكمان امتحانات انت ما بتحضرهاش، فطبيعي ان انا هتفصل. قلت لهم طب احنا قدمت انا طلب تاجيل واترفض. وقبليها لما رحت للموظفه اللي هي في شؤون الطلبه. يعني انت مش ما بتروحيش لامتحانات فجاه وتتكلمي، لا انت من قبل الامتحان بتطلبي التاجيل. انا قبل ما احترفت اصلا اول ما جالي الاحتراف في الجزائر رحت على طول الجامعه، قلت لهم انا جالي دلوقتي احتراف انا عايزه اروح اعمل ايه؟ قالوا لي احضري الامتحانات وبعد كده روحي وتعالي. سافرت بعد كده رجعت حضرت الامتحانات عادي، حضرت ماده، بعد كده طلبت قبل ما السنه الثانيه تبدا في سنه اولى، عشان لو ما حضرتيش سنتين بتتفصلي من الجامعه. قبل السنه الثانيه ما تبدا قدمت طلب تاجيل ان انا عايزه يعني من الكليه دي او على الاقل انزل الامتحانات او كده. الطلب يعني اترفض، قالوا لي لازم تمثلي حاجه قوميه، ودكتور جابر نصار قال لعيبه الطالبه رحاب جمعه انها ليست تمثل مصر، ان انا بمثل نفسي بس ما بمثلش مصر، يعني انا بروح وبحترف وبروح. قال لك انا بعمل البيزنس بتاعي، يعني كل اللي انا بعمله ده بيزنس، ما فكرش كل اللي بعمله كل ده هيعيد على المنتخب اللي هو ان شاء الله هيتعمل يبقى فيه منتخب، ما فكرش في كل ده خالص، هو فكر ان هو بيزنس وان انا بلعب لوحدي وكلام كده. ما اعرفش هو يعني. رئيس جامعه القاهره لما سئل قال لازم وزير الشباب والرياضه يدي الجامعه ورقه تقول انه رحاب في مهمه قوميه. تمام. ووزاره الشباب لحد دلوقتي ما ردتش، مع انه هو الوزير طلع وتصدى وقال احنا هنشوف الموضوع ده. تمام. ومحدش عمل حاجه. انا لما رحت جامعه القاهره، انا من رايي يعني اللي انا شايفاه ان ده غلطه جامعه القاهره. انا لما رحت انت ما قلتليش روحي وزاره الشباب والرياضه، اللي هي المسؤوله في شباب، اللي هي المسؤوله في شؤون الطلبه، قالت لي هاتي كل ما يثبت ان انت محترفه. جبت لها العقود وجبت لها الورق وجبت لها ورق، انا كنت ساعتها لعيبه في النادي الاهلي، جبت لها كل الكلام ده كله. قالت لي طيب تمام، عدي علينا الاسبوع الجاي، مش عارفه اجتماع مجلس الجامعه، اجتماع مجلس الكليه بعديها. ما فيش اهتمام في شؤون الطلبه خالص. كلمني انا نائب وزير الشباب والرياضه استاذ اشرف، قال لي هبعت لك ايميلي وبعتي لي كل المشكله بتاعتك، بس لكن انا مش طالبه ان انا ارجع جامعه القاهره تاني. عامه انا لو كلمت او كده فانا مش عايزه ارجع الجامعه، انا بايدي ان انا الحمد لله دلوقتي ربنا كرمني، فبايدي ادخل اي كليه او اي حاجه تانيه مفيش مشكله، لكن انا طالبه يكون في قانون او لائحه لاي لاعب مصري محترف يجي بعديه، عشان ما يعانيش بنفس المعاناه اللي انا عانيتها، عشان انا تعبت جدا في الموضوع ده. فهو مش هيجي يعني نفس المشكله، لازم يبقى في قانون لينا احنا الرياضيين عامه. يا رحاب. نعم. الجامعات بره بتتهافت على النوع ده من الطلبه، نوعك انت، النوع الموهوب، النوع اللي بيحقق بطولات،
النوع اللي يرفع اسم الجامعه وسط مسابقات ووسط الجامعات. تمام. يعني هم بيلقطوا اي طالب وبيدوله منحه وبيساعدوه في الدراسه وبيدوله درجات يعني يعني كل حاجه عشان في النهايه هو انه الطالب ده خريج الجامعه دي او بيلعب باسمها او انه فيما بعد يتقال ان هو كان في النشاط الرياضي في الجامعه دي. دي حاجه هم بيعملوا عشانها محاولات مستميته ويتخانقوا مع بعض عشان طالب زيك حقيقي. مش يقولوا له هات لنا ورقه ما عليها ختم النسر. الحقيقه انه دكتور جابر نصار صحيح ان هو مستني ورقه من وزير الشباب يقول له فيها انه رحاب تؤدي خدمه قوميه، وتلاقي وزير الشباب والرياضه عمال يقول ايه ما هي مش في منتخب فتبقى قوميه ازاي، ده هي في انديه خاصه. الحقيقه انا بطلب وبستاذن من دكتور جابر نصار انه هو اللي يكلم وزير الشباب مش يستنى ورقه منه، هو يكلمه ويقول له انه جامعات بره كلها بتكون عايزه طلبه زي رحاب، مش طالبه منهم التفوق الدراسي، طالبه منهم الانتماء للجامعه دي عشان دول قليلين في الدنيا، والدليل على كده ان الانديه بتتخطفهم والمنتخبات بتتخطفهم. ما اعتقدش يا دكتور جابر انه انت هتفكر مرتين قبل ما تكلم وزير الشباب والرياضه وتقول له حل لي المشكله دي. لازم نحلها، وزي ما رحاب قالت مش عشان رحاب، عشان اي واحد موهوب مش يبقى الطريق الاسهل له ان هو يطفش من الجامعه ويروح يكمل في رحلته او في موهبته وينضم لجامعه تانية. رحاب ممكن تنضم لاي جامعه تانية في العالم بمنتهى السهوله، لان بالتاكيد هي لا طالبه تقدير ولا داخله كليه هندسه نوويه، هي علوم نظريه. صح يا رحاب؟ تمام. طيب يبقى انا بتهيالي ان المشكله زي ما هي عقبه في قوانين الجامعه لازم الحل يبقى من الجامعه، وانا اطمع ان الحل يبقى من مكتب دكتور جابر نصار شخصيا، وهو اللي يطرق ابواب الوزارات المختلفه عشان يحلوا مشكله رحاب ومشكله اي حد موهوب. رحاب من نادي ناصر في الكتكات لاهم الانديه في اوروبا، وان شاء الله اكتر، وان شاء الله يبقى عندنا منتخب سيدات ورحاب بايديها تسجل اهداف للمنتخب وتبقى في جامعه القاهره. دي امنيه وان شاء الله تكون حقيقه يا رحاب. ان شاء الله. انت هتبتدي الموسم الجديد بقى في نادي اسمه ايه؟ ACH ده في فرنسا. هتبتدي الموسم الجديد ان شاء الله من 8 اغسطس. 8 اغسطس. 8 اغسطس هنضم للفريق. خلينا يا رحاب نتفرج على دوريات كرة يد السيدات، يعني والله اللعب هناك ممتع ممتع بجد. هنقعد بقى نتفرج ونشوف هي رحاب فين. يعني هتتعبينا بقى، ما كانش في الخريطه بتاعه المتابعات بتاعتنا. بتمنى لك التوفيق يا رحاب، وان شاء الله تبقى مغامرتك دي ما فيهاش خسائر وكلها مكاسب ان شاء الله. ربنا يخليك. شرف ليا جدا انا في برنامج حضرتك، وان انا شفتك بصراحه انا بحبك جدا. يا رب يخليك. وتحياتي لوالدتك ولاخواتك. انت عندك اخوات سته ولا خمسه؟ احنا سته، اربع بنات ولدين. لاخواتك الخمسه ربنا يحميك يا رحاب. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. حب بيحصل مش عارف ازاي، يشك في نفسه. بتختار وظيفه الان قاعد على البلكونه انا بعمل ايه في البلد هنا. ايه الحاجات الغريبه اللي انت لقطتها؟ التحول كان غريب، يعني رايح على سوق صعب هيتهرس. يعني ناس في مصر عمرهم ولا مره شافوك بتتكلم اردني. هل هلاقي شغل بعد كده؟ احكي يا زلمه. في طبيخ حماك. اها ده شيء فظيع. طبعا. فلان ابن فلان مثلا عدوي ازاي؟ انا بحبك. انه ما تهزرش معايا كده.